دلوقتي احنا محتاجين نفتح قائمة ستارت سيرفر مانجر، هنقول له اد رولز اند فيتشرز، وهنثبت بالاكتف دايركتوري رايتس مانجمنت، اهي رايتس مانجمنت سيرفيس او ميلو دي. نكست. ماشي، هنا هيثبت بالار ام اس سيرفر، وده هيديله سبورت للفيدريشن. احنا لسه ما درسناش فيدريشن، ده المحاضره اللي بعد الجايه ان شاء الله. تمام، فهنتكلم عن الفيدريشن ومستخدم في ايه. فانا سطب الخدمه الاساسيه بس اللي اسمها ار ام اس او ميلو نكست. تمام، نيبل الديفولت وميلو انستول، هيجر كل الفيتشرز الخاصه بيه. ما تقفلوش لانه هيطلع لينكايه هنا نعمل له كونفيجريشن. تمام، يلا اد الرول وخليه يسطب. ظهر اللينك، اقول له بيرفورم كونفيجريشن. تمام، نكست. هيكريت كلاستر جديد ولا هيعمل جوين؟ طبعا اول سيرفر لازم كاري غصب عني، ما دي مقفوله عليه عشان لسه ما فيش ولا كلاستر. السيرفر الثاني او الثالث اقدر اعمل جوين، خلاص كلاستر جروب من السيرفرات وميري نكست. طيب يا ترى نشتغل نحدد داتا بيس سيرفر لو انا عندي اس كيو ال، ولا اشتغل ويندوز انترنال داتا بيس؟ ويندوز انترنال داتا بيس تمشي لو انا بعمل في تيست لاب، اما الصح في شركه وناس كلها بتكونكت عليها لازم يكون عندي سيكول سيرفر، سيرفر حقيقي عليه داتا بيس. خلاص، فانا هشتغل بويندوز انترنال داتا بيس. دي تنفع لحاجه سمول قوي، بس الاداء طبعا بتاعها مش هيبقى سريع. نكست. اهو السيرفيس اكونت ده اللي احنا عملناه بقى لما اقول له سبيسيفاي، ها كان اسمه ايه؟ ار ام اس اندر سكور اس في سي، وادي الباسورد بتاعته. لو انت ما كنتش عملته دومين ادمن كان طلع لي اكس حمراء كده، ولان الباسورد غلط، وده علشان الاثنين على نفس الماشين. اما لو ده لوحده وده لوحده سيبه دومين يوزر عادي. اتفقنا؟ ماشي، نكست. هنشتغل في مود 2 ولا مود 1؟ لا، مود 2 هو الاعلى في الانكريبشن والهاشنج. تمام، نختار المود 2 الاعلى في السكيورتي. تمام، يا ترى الار ام اس كلاستر كي ستورج هنخليه متخزن هنا على الاكتف دايركتوري، ولا هنحدد مين اللي هيخزن عليه؟ اقول له لا، خزنه في اكتف دايركتوري وهخليه محمي بباسورد، علشان اي كلاستر تاني هيجي يعمل جوين لازم ياخد الباسورد دي. مفيش حد ابدا يعمل لي ار ام اس في شبكه اللي بيكون بعلم انا، لانه لازم يكون عارف الباسورد. خلاص، فانا بقول له هنخزن الكي بتاعنا في الاكتف دايركتوري وهنحميه بالباسورد دي. شوف بقول لك ايه، تو جوين اذر ار ام اس سيرفر تو ذيس كلاستر او تو ريستور يو ماست ايبل تو سبلاي ذيس باسورد. لا يمكن ترجعه من ريستور ولا جوين لما اكون عارف الباسورد دي. فدي حمايه للكي اللي هيتخزن في اكتف دايركتوري. وميرو نكست. هيكريت الويب سايت الخاص بيه. الكلاستر ادريس اتش تي تي بي اس ولا اتش تي تي بي؟ احنا لسه ما عندناش خدمه سيرتيفيكت، لسه ما عندناش خدمه سيرتيفيكت، فانا هخليها مؤقتا اتش تي تي بي. وهنا بقى اديله السي نيم، اوعى تقول له اس 1 واسلام دوت نت، لازم السي نيم ار ام اس دوت اسلام دوت نت، وما تغلطش فيها الغلطه. شوف شوف انا بقول لك ما تغلطش وانا غلطتها، انت منتظر ايه بقى؟ اسلام دوت نت. ماشي، الغلط فيها الناس مش هتعرف تكونكت على السيرفر، اضطر اغيرها بعد ما السيرفر يتسطب. يبقى ار ام اس دوت اسلام دوت نت، علشان ده اللي هنسجله في الاكتف دايركتوري، ده اليو ار ال او ده اللي بنسميه سيرفيس كونكشن بوينت، هو ده العنوان اللي الناس هتعمل بتبعت كويري عليه علشان تحمي الدوكيمنت بتاعتها. تمام، يبقى لازم اضيف هنا السي نيم وليس اسم الجهاز، وطبعا البورت 80 لان انا مختار اتش تي تي بي. لو اتش تي بي اس هيبقى كام؟ 443. فانا اقول له نكست. اسم السيرفر اس 1. تمام، هي ريجستر ناو ولا ليتر؟ لا ريجستر ناو، وانا بقول لك لازم تكون ممبر من انتربرايز ادمن. شبه مين كده اللي كنت لازم ابقى انتربرايز ادمن علشان اعمل اوثرايز؟ درسنا ايه في سيرفرات الانفراستراكشر؟ محدش يعرف يعمل اوثرايز للخدمه دي لما يكون انتربرايز ادمن. فكر فكر كده، في خدمه كنا بنعملها عشان لازم تشتغل في الدومين لازم اعملها اوثرايز، محدش يعملها اوثرايز لما يكون انتربرايز ادمن. يا ترى مين؟ فكر ونشن وقول لي. ما تفكرش كتير قوي يعني، الاجابه سهله. ايه الخدمه اللي كنت بعملها اوثرايز في اكتف دايركتوري؟ ها طب الخدمه دي بتطلع ايبهات للناس؟ بتطلع ايبهات دي اتش سي بي. ها
خلاص يبقى دي اتش سي بي طالما في دومين لازم يتعمل له اوثرايز ويكون انترفرايز ادمن هو هنا برضه اهو، علشان تسجل سيرفيس كونكشن بوينت وتعدل في الكونفيجريشن بارتيشن لازم تكون انترفرايز ادمن. تمام نيكست وميل له انستول. بعد ما يخلص انستليشن اجبار عليا اعمل ساين اوت وساين ان، هو هيطلع لك الرساله دي يقول لك يو ماست لوج اوف ولوج اون مره ثانيه. خلاص يبقى دي ازاي تعمل كونفيجريشن للسيرفر بتاعك. يلا انطلق. طيب لو جينا فتحنا بقى الكونسول اكتف دايركتوري رايتس مانجمنت سيرفيسز دبل كليك عليه. حلو قال لك اسم الكلاستر نيم على اسم اول سيرفر اس 1 تمام، المود طبعا هو مود 2، عدد السيرفرات هو سيرفر واحد بس، ادي اليو ار ال اللي الناس هتكونكت عليه. تمام لو احنا نزلنا تحت هنا طبعا ده المعلومات بتاعت الايه الداتا بيز اللي كرييتد. طيب ممكن ان انا اغير من صفحه البدايه هنا سيرفيس اكونت لو حصل في اي مشكله ممكن انا اغيره من هنا. طيب لو انا فتحت الكونسول تمام، تعالى كده ناخدها من تحت خالص. الريبورت هي التقارير تمام، هنا بيقول لك يا ترى في كام يوزر خد سيرتيفيكت، في كام دومين يوزر، كام كمبيوتر ماشين. فطبعا لسه اصفار لان لسه ما حدش استهلك اي كونتنت او عمل حمايه لاي كونتنت عنده. طيب هنيجي على السكيورتي بوليسي تمام. طيب السوبر يوزر زي ما اتفقنا هي السوبر يوزر معموله ديسيبلد باي ديفولت، ودي جروب من اليوزرات اللي يقدر يفك ايه اي كونتنت محمي في حاله عدم تواجد المستخدم. فانا هقول له انيبل سوبر يوزر وهو ما قال له تشينج. ها مين بقى الجروب بتاعتنا اللي اسمها سوبر اللي انا عاملها سوبر اهي، هو شايف لقط الايميل بتاعها اهو لوحده، هو ما قال له ابلاي واوكي تمام. يبقى انت كده عينت سوبر يوزر. طيب الكلاستر كي باسورد ده الباسورد اللي انت عملته وانت بتسطب السيرفيس، لو عايز تغيره او لو نسيته علشان مش عارف تجوين اي سيرفر على الكلاستر ممكن انا اغيره من هنا. طيب الدي كوميشن، الدي كوميشن معناه لو انا قررت ان انا اشيل خدمه ار ام اس من الشبكه، لو انا اتسرعت ورحت رايح على السيرفر مانجر ورحت عامل ريموف رول، كل الكونتنت المحمي هيفضل محمي وهيبقى مشكله ومش هيتفتح. خلاص فاذا كنت ناوي تشيل الرول لازم تعمل انيبل دي كوميشن الاول. اول ما تعمل انيبل دي كوميشن بيعمل دي انكريبت، بيفك تشفير كل الملفات اللي كانت متشفره قبل كده، ساعتها شيل ار ام اس وانت مطمن، انما ما تروحش تشيلها وهو الكونتنت ده محمي هيفضل مشفر. تمام يبقى لازم اعمل انيبل دي كوميشن. خلاص شوف بقول لك ايه، دي كوميشن شود اونلي بي دان لو انت هتعمل ريموف الار ام اس. وانس دي كوميشن الكلاستر اوتوماتيك بيدي كل اليوزرات الفول اكسس، وقال لك ان الكونتنت دلوقتي هيبقى بدون بروتكشن، فده الصح يتعمل قبل ما ريموف الرول. طيب نيجي على الاكسكلوجن. اكسكلوجن معناه استثناءات، لو انا عايز استثني يوزرات ما يطبقش عليهم الرايتس مانجمنت، لو عايز استثني ابلكيشن معين، لو عايز استثني اللوك بوكس. اللوك بوكس ده معناه ايه؟ فيرجن من الويندوز، مش عايز ويندوز 7، مش عايز ويندوز 8، خليها ويندوز 10 بس. خلاص يبقى كل دول استثناءات، تستثني يوزر او ابلكيشن او حتى فيرجن من الويندوز. طيب لو انا جيت بقى على رايتس بوليسي تمبلت، رايتس بوليسي تمبلت معناها دي التمبلت اللي هتبقى متاحه للناس علشان يحدد يا ترى ايه نوعيه البرميشن اللي هيطبقها، هل الناس هتعمل فيو بس ولا كوبي ولا برنت ولا الكلام ده. فانا هقول له كرييت تمبلت. ايه رايك التمبلت هسميها مثلا فيو، ان اللي استخدم تمبلت يعمل فيو وما له اد وما له نيكست. طيب مين المستخدمين اللي لهم حق يستخدموا التمبلت دي؟ هل عايز احدد يوزر بعينه ولا اي حد؟ لا ممكن اخليها متاحه لاي حد يحب يشتغل بالتمبلت دي. التمبلت دي فيها برميشنز جاهزه، والله اللي عايز ياخد بيها اهلا وسهلا، اللي عايز يعمل برميشن على مزاجه برضه براحته. تمام يعني دي تمبلت نازله جاهزه، واحده تعمل فيو واحده تسمح بالبرنت. في ناس مش عايزه تشتغل بالتمبلت وتعمل هي كاستمايز، تقدر تعمل كاستمايز، فدي حاجه اختياري للناس. خلاص فانا هقول والله ان التمبلت دي اي حد يستخدمها ويعمل فيو بس، وندي للناس اصحاب الملفات الفول اكسس على الملفات. تمام وكمان ممكن اقول له رايتس ريكوست يو ار ال، لو انا عندي موقع داخلي في صفحه تقول للناس لو عايز ان هو يطلب برميشن للملف بتاعي
ايه الايميل اللي يبعت عليه او النموذج اللي املاه، ممكن انا اعمل الكلام ده خلاص. فانا ممكن اكتب يو ار ال برضه لو انا عندي الموقع ده، انا ما عنديش الموقع ده هعمل نيكست. طيب كونتنت اكسبايريشن، الاصل ان الملف بتاعنا ما يحصلوش اكسباير، او ممكن يكسباير يوم كذا الساعه كذا، او يكسباير بعد يومين. معناه لو انا بعت لك الملف ده هم قدامك يومين هتشوفهم، بعد اليومين مش هيتفتح اصلا تاني، فده معناها كونتنت ايه؟ اكسبايريشن. تمام، فانا ممكن اقول له نيفر اكسباير، بعد كده قايل له نيكست. ممكن قايل له خلي اليوزرات يفتحوا الكونتنت في البراوزر، في نسخه من الاوفيس اسمها اوفيس ويب اب، يفتح كل تطبيقات الاوفيس على شكل ويب. اقول له ماشي، خلي في دعم البراوزر. طيب ريكواير ان يو يوز لايسنس، كل مره الكونتنت بيتفتح المفروض ان الكلاينت لما يطلب سيرتيفيكت من عندي بتكيش عنده، فممكن يفتح الملف ومشفر لما يروح البيت، بس بشرط ان يكون اتصل اول مره. لو انا عملت دي ولا هيتفتح لما يكون قاعد في قلب الشركه بس، لانه لازم يكون دايركت مع الار ام اس. وصلت؟ يبقى انا شوف بقول لك ايه، ديسيبل كلاينت سايد كاشنج، مش عارف في كاش من عند الكلاينت. تمام، بعد كده قايل له فينش. ده التمبلت بتاعي. طيب عايزين التست بقى، عايزين التست. هاجي على ويندوز 8. تمام، وانا اتعمدت اعمل ويندوز 8 السوبر يوزر لقيتها شغاله في ال8 مش شغاله في 2019، انما بقيت التمرين عادي والحمايه والكلام ده شغال في 2019، انما السوبر يوزر لقيتها شغاله اكتر في ويندوز 8. فانا هاجي هنا قوم قايل له اذر يوزر، تعال نجرب كده علي. تعال نجرب علي انه كان في ملف وورد ويعمل عليه حمايه ونشوف ازاي احمد ممكن ياكسس عليه. نسيبه كارت بروفايل. تعالى كده نعمل مجلد على السي وليكن هنسميه داتا. ايه ده؟ داتا. ماشي، تعال نشيل اي حاجه من جواه. ايه رايك نعمل ملف ونسميه مثلا ملف وورد، وورد 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 فين؟ هنسميه مثلا علي فايل. تعال نفتح الملف ده، مش عايزين اكتيفيت ونأكسبت لايسنس، الدنيا تمام. اي حاجه ماشي، بس كفايه كده. لو عايز اطبق حمايه على الملف ده هو قايل له فايل، وبعدين ها بروتكت ايه دوكيمنت ماشي، وقام قايل له ريستريكت اكسس. عشان انا ما اتصلتش قبل كده ابدا ابدا برايتس مانجمنت، لازم يطلع لي دي يقول لي كونكت تو رايتس مانجمنت اند جيت ايه تمبلتس، يعني اقرا كمان التمبلت المعموله بابلش هناك. فانا اختار دي، لازم اثبت هويتي انا مين. علي شنو هو العربيه اللي معانا دي؟ تمام، اقول له ريمبر يا سيدي. حلو جدا. لو فتحت بقى بروتكت ولو فتحت ريستريكت، لو فتحت بروتكت وفتحت ريستريكت، شايف دي التمبلت اللي انا عاملها. خلاص دي التمبلت اللي انا عاملها. لو انا حبيت امشي تبع التمبلت بقت كل الناس ايه فيو بس. طب لو انا عايز اعمل كاستمايز بيرميشن اهو، هو مايل له بروتكت ريستريكت اكسس، هو مايل له ريستريكت اكسس. ماشي، هنا بقى هقول له مين اللي له حق انه يعمل ريد ومين اللي له حق انه يعمل تشينج. انا افصل بمزاجي، مش عايز انا تمبلت. اقول له والله ان ريد ها مين؟ احمد. صح، ممكن اقول له مور اوبشن. شايف علي له الفول كنترول، بص احمد له ايه؟ دوريت. بس لو انا جيت على احمد ممكن اسمح له بالايه؟ بالبرنت، ممكن اسمح له بالكوبي، يعني دي حاجات زياده. ممكن اقول له اكسباير في يوم معين. تمام، انا هسيبه كده مزلول على الفيو بس، وقايل له اوكي. قال الملف ده ريستريكتد تو سيرتن بيبول، احمد بس اللي هيخش عليه. تمام، فانا هسيف. ماشي، شوف كده لو انا جيت اقول له البرميشنز بتاعتي، ماشي، لما اضغط على تشينج برميشن دي ايه؟ دي فايل برميشن بتاعتي. تمام، لو انا جيت قفلت قمت طالع سايد اوت من ده، نجرب بقى نخش باحمد ونشوف ايه اللي هيحصل معاه.
عملت لوجن، ادي الباسورد. عايزين نروح بقى نفتح مين؟ الملف بتاعنا. شايف؟ بيقول لي ان الملف ده ريستريكتد، لازم هنكونكت بمين؟ هو قراه لوحده، هو قراه لوحده. تمام؟ وعمل له اوكي. لازم اثبت هويتي انا كاحمد. وعمل له ريمبر. مهما اعمل اي حاجه مش شغاله. طب سيلكت كده، كليك يمين ولا كوبي شغاله ولا اي حاجه. طب اطلع قائمه فايل كده، هل في برنت؟ كل ده مقفول عليك، مفيش خالص. طيب نجرب حاجه كمان، ايه رايك نعمل برنت سكرين؟ اهو برنت سكرين. تعال كده افتح ام اس بينت. ايه اللي انا كاتبه ده؟ ام اس بينت. ماشي، تعال كده نعمل بيست. شايف عماله ايه؟ شاشه سوداء، حتى برنت سكرين مش شغاله. ده شغل رايتس مانجمنت بقى، لما تقول له فيو بيرميشن انت مالكش ولا حاجه الا فيو بس. تمام؟ طيب نجرب بقى مين؟ سوبر. صح؟ احنا كده شفنا انا كيوزر طبقت بيرميشن ازاي، ووريتك ازاي اليوزر اللي اديته صلاحيه انه مش عارف يعمل اي حاجه خالص. تمام؟ تعال نخش بقى بسوبر. المفروض ان السوبر ده عنده القدره ان هو يشيل خالص بيرميشن. تمام؟ ودي معرفش هي مش شغاله في 2019 ليه، لقيتها شغاله في اي كلاينت. انت بقى هتجرب مره بيوزر ويعمل بروتكت. تمام؟ ممكن تعمل تمبلت او تخش تديله ريستريكت اكسس على طول من غير ما تعمل تمبلت. تمام؟ كنسل. تعالى كده نفتح الملف. برضه لازم هيسالني على ايه؟ على انت مين؟ اهو ملف محمد برضه. ما انا ايه بس هنا هيتعامل معايا بشكل مختلف بقى. ماشي ازاي؟ شايف دي مفتوح. تمام؟ ممكن مثلا اقول له ريستريكت اكسس. اوكي خلاص، بعد كده فايل بروتكت ريستريكت. مش خلاص انا شلت الريستريكشن عليه. تمام؟ مش كده بس، وسيف كمان. يلا اللي انت فرحان بيه، معاش مشفر. فادي التمرين بتاع الرايتس مانجمنت. ده تمرين بتاع الرايتس مانجمنت. لو رحت على الار ام اس وجينا الاحصائيات، عملنا ريفرش، دول الثلاثه اللي جربنا بيهم احمد وعلي وسوبر، كل واحد بيكونكت عندي بيسحب سيرتيفيكت. وصلت؟ يلا اعمل التيست للكلام.